نتكلم عن ماتش مصر واثيوبيا اللي هو اتقال هيتلعب على ملعب اسوان. هو طبعا في كذا عرض بالنسبه للمنتخب الاول، ويمكن ده اتعرض على الجهاز الفني وعلى المشرف على المنتخب. والنهارده كان في قاعده مع الكابتن شوقي غريب في قدامه المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. هو بيفاضل ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي على مباراه واحده فقط، عشان عنده السنغال وعنده تونس. الوضع مباراه اثيوبيا واضح، مباراه اثيوبيا دي افتكاسه، يعني الناس عندها فراغ فبيألفوا. يعني اول مره اسمع ان في مباراه بين منتخب مصر ومنتخب اثيوبيا. احنا قلنا ان ممكن يبقى في افتتاح استاد اسوان مباراه تجربه من مباراه التجارب للمنتخب الاول. اي مباراه هيلعبها المنتخب هيكون في مصر تتلعب في استاد اسوان، لكن اول مره اعرف ان فيه مباراة الاثيوبيا. ما فيش اي كلام عن مباراة المنتخب مع اثيوبيا؟ لا ما فيش الكلام ده، ما فيش الوقت، لكن ممكن يبقى في فيما بعد التقارب وبعد اللقاء اللي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا وانتهاء المشكله، يمكن يبقى في كلام ان يبقى في مباراه مع المنتخب الاثيوبي، لكن الى الان ما فيش حاجه من ده. بكره ان شاء الله في حفل افطار جماعي في للعاملين بالاتحاد والاجهزه الفنيه والاداريه واللجان، هيكون في اتحاد الكره ان شاء الله بكره باذن الله. الكابتن شوقي غريب جه من رحله البرازيل وعمل تقرير على اللي شافه واللي ممكن يطبقه، يعني على اللي شافه من الحاجات الجديده اللي شافها هناك واللي ممكن تتطبق في مصر. ده هيعرض على المجلس ان شاء الله الجاي باذن الله. حقيقه مباراه الوديه مع منتخب مصر والجزائر، وقال بالفعل كابتن شوقي طلب لعب المباراه دي خارج مصر عشان النظره بين الجماهير وكده. بص حضرتك، والله هو في عرضين من واحد جزائر والمغرب، هيختار واحد منهم، وانا شايف الاقرب الجزائر، شايف الاقرب. هيكون فين يا كابتن؟ غالبا هيكون في استاد القاهره. ماشي. و مع مباراة الكاس، مباراة السوبر، مباراة السوبر لسه ما تحددتش، بس انا شايف ان مباراة السوبر مجلس الادارة هياخد قرار انها تتلعب ان شاء الله قبل افتتاح الدوري باذن الله. حضرتك كلمنا عن عودة الجماهير، هنشوفها امتى ده؟ عودة الجماهير دي اللي مهمة جدا، وكويس ان انتوا اتكلمتوا في عودة الجماهير. عودة الجماهير مهم جدا يا جماعة، لان في تصريحات بتطلع من مسؤولين بتعمل فتنة وإثارة ما بين الشرطة وما بين الجماهير، وما بين الجماهير والاتحاد ومنظومة الرياضة المصرية. أنا بقول إن في قنوات اتصال وضوابط بتتحط ما بين وزير الرياضة خالد عبد العزيز والاتحاد المصري ممثلا في الأستاذ جمال علام ومجلس إدارته ووزارة الداخلية، لوضع ضوابط وشروط لدخول الجماهير. لما تعلن الشروط والضوابط هيدخل الجماهير، إضافة إلى زائد الانتهاء من حل مشكلة النادي الاهلي ومشكلة النادي المصري، وانا شايف ان في تقارب دلوقتي وان شاء الله تتفعل. اخيرا، ازمة الرعاية ممكن تهدد اقامة مباراة السوبر؟ لا، ازمة الرعاية لابد ان يكون هناك، يعني انا شايف ان ازمة الرعاية دي لازم تنتهي ولازم الدولة تتدخل، لان لا يمكن ان يحرم الشعب المصري من الاستمتاع بكرة القدم، فلابد من التدخل لحسم هذه المشكلة.